يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقوله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، هل هذا خاص بالصلاة وقيام الليل أم هو عام في كل قراءة سواء كان في صلاة أو غيرها؟ عام، هذا عام في تلاوة القرآن في الصلاة وغيرها، يرتل القرآن ولا يهل ولا يهل، كما أنه لا يمطط ويمدد مثل ما يفعل المتعالمين الآن والذين يدعون التجويد. ما هو هذا هو التجويد، ما هو هذا هو التجويد، هذا يشبه ما يكون بالأغاني. نعم.